شيخنا عندكم من جرجلان كمان ومن ايضا الملاحقين قانونيا رامي العياد طبعا نحن حاليا من نقطة صفر نقطة وصول الحافلات من هنا المهجرين من درعا. نحن كفرق دفاع مدني موجودين في المكان على استعداد كامل. ضمن هذه الفرق يوجد الفرق الطبية الخاصة بالدفاع المدني، وقد قمنا نحن كإدارة دفاع مدني في سوريا بتأمين باصات النقل إلى أماكن لواء المؤقتي. بلغ عدد الوافدين ما يقارب 430 شخص. طبعا نحن الآن كعناصر دفاع مدني نقوم بتقديم الأطعام إلى الوافدين ومياه الشرب وباصات النقل، وأيضا إن وجد حالات طبية حرجة نقوم بنقلها إلى المشافي القريبة في الشمال المحرر.